السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجيد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي، الوحدة الثانية. إذن في هذه الحصة لدينا الصفحة 35 من كتاب الجيد في درس القسمة المقسوم، والمقسوم عليه عدد صحيح طبيعي أو عشري. إذن ننتقل إلى الصفحة 35. إذن ونبدأ بالتمرين الرابع حيث توقفنا في الحصة السابقة. إذن ألاحظ وأكمل. إذن في الحصة الماضية قلنا بأنه إذا كان المقسوم عليه عددا عشريا فيجب أن نتخلص من الفاصلة نهائيا، إما نضربه في عشرة أو في مضاعفاتها. إذن هنا طبيعة الحال ما دام عندنا 0.1 فغادي نضربو المقسوم عليه في 10، وبما أننا ضربنا المقسوم عليه في 10 كذلك المقسوم يجب أن نضربه في 10، وبالتالي هنا غتعطينا 1570 وهنا غتعطينا 1، والنتيجة هي 1570، لأن 1570 إذا قسمناه على 1 يعطينا 1570. ثم هنا عندنا المقسوم عليه هو 0.01، لديه رقمان بعد الفاصلة. إذن في ماذا سنضرب؟ سنضرب في 100. إذن 157 نضربها في 100، وكذلك ومثال بالنسبة ل 0.01 نضربه في 100 كمقسوم عليه، فنحصل على 15700 مقسومة على 100 على 1، والنتيجة 15700. ثم لدينا هنا المقسوم عليه عدد عشري، إذن 3 أرقام بعد الفاصلة. إذن سنضرب في ماذا؟ سنضرب 157 كعدد صحيح في 1000 كمقسوم، ثم كذلك سنضرب المقسوم عليه 0.01 في 1000 لنحصل على 157000 مقسوم على 1، إذن ستعطينا 157000. إذن هذا بالنسبة للتمرين الرابع. التمرين الخامس، أتخلص من الفاصلة في المقسوم عليه وأعيد كتابة القسمات ثم أنجزها. إذن هنا عندنا 9 ديال القسمات. إذن أول شيء هو أننا نتخلصوا من الفاصلة. إذن هنا غادي نشوفوا فين خصنا نتخلصوا من الفاصلة. خصنا نتخلصوا من الفاصلة في هذا العدد، وفي هذا المقسوم عليه، وفي هذا المقسوم عليه، وفي هذا المقسوم عليه، وفي هذا المقسوم عليه، وفي هذا المقسوم عليه. أما بالنسبة للقسمات الثلاث الأولى فلا يوجد إشكال. نعم هنا نعم تهنايا كذلك، فقط العددين اللي ما غاديش نضربو القسمات اللي غنجزوها مباشرة هما جوج قسمات. لماذا؟ لأن المقسوم عليه عدد صحيح. إذن نبدأ بإنجاز هذه القسمات ونبدأ ب 112.5 مقسومة على 18. إذن لدينا رقمان نأخذ، رقمان لا يمكن إن نأخذ 3 أرقام. إذن 112 مقسومة على 18 6، 6 في 8 48، أحتفظ بأربعة، 6 في 1 6 والواحد 10، عفوا 6 في 1 6 والأربعة 10. إذن ثم نقوم بعملية الطرح، 2 ناقص 8 لا يمكن، 12 ناقص 8 4 أنزل الواحد، 11 ناقص 11 0. إذن ننزل الخمسة، وبإنزال الخمسة نضع الفاصلة. لماذا؟ لأننا دابا حاليا بصدد قسمة الأعشار، وبالتالي فالنتيجة في المقسوم في الخارج ستكون أعشار، وبالتالي يجب وضع الفاصلة. إذن 45 على 18 تساوي كم؟ 2، 2 في 8 16، أحتفظ بواحد، 2 في 1 2 والواحد 3. ثم ناقص 5 ناقص 6 لا يمكن، 15 ناقص 6 9، ننزل الواحد 0، نضيف 0
الصفر كنعتبره هنايا لأن الأصفار بعد الفاصلة نزيد كم ما نشاء، نزيد من الأصفار ما نشاء. 90 على 18 خمسة، 5 في 8 40 أحتفظ بأربعة، 5 في 1 5 والأربعة تسعة، 90 ناقص 90 يساوي صفر، وبالتالي انتهت القسمة لأن الباقي يساوي صفر، والخارج الذي حصلنا عليه هو 6.25. إذن ننجز العملية ديال القسمة الموالية، إذن 465.50 على 19. إذن هنا ما عندناش إشكال، علاش؟ لأن المقسوم عليه عدد صحيح. إذن 46 على 19 إذن يساوي 2. 2 في 9 18 أحتفظ بواحد، 2 في 1 2 والواحد 3. 6 ناقص 8 لا يمكن، 16 ناقص 8 8 أنزل الواحد، 4 ناقص 4 0 ثم ننزل الخمسة، 85 على 19 4، 4 في 9 36 نحتفظ ب3، 4 في 1 4 و 3 7 ثم الطرح، 5 ناقص 6 لا يمكن، 15 ناقص 6 9، 8 ناقص 8 0. إذن نضع الفاصلة لأننا غادي ننزلو الأعشار، إذن 95 على 19 5، 5 في 9 45 أحتفظ بأربعة، 5 في 1 5 والواحد والأربعة 9، إذن 95 ناقص 95 الصفر، وبالتالي انتهت القسمة. إذن ننجز القسمات الأخرى. إذن القسمة الأخرى عندنا 12 مقسومة على 1.2، هنا ما عندناش الحق نديرو القسمة إلا إذا ضربنا في 10 كل من المقسوم والمقسوم عليه. إذن غادي يتغير المقسوم وغادي يولي 120، وغادي يتغير المقسوم عليه وغادي يولي 12، لأن ضربنا هنا 10 وهنا 10. إذن 12 مقسوم على 12 واحد، 1 في 12 12 12 ناقص 12 0، نزلو 0، 0 على 12 0، 0 في 12 0، 0 ناقص 0 0، وبالتالي النتيجة الخارج هو 10. ثم نجزو العملية الأخرى، 1512 على 9.45. إذن هنايا عندنا أن المقسوم عليه عدد عشري، إذن نضربو هنا في 100 ونضربو هنا في 100. إذا ضربنا هنا في 100 غادي تعطينا 15,151,200، ثم هنا غتعطينا 945. إذن إلا خدينا 3 د الأرقام لا يمكن، إذن ناخدو 4. إذن 1512 مقسومة على 945 تساوي 1، 1 في 5 5، 1 في 4 4، 1 في 9 9، 2 ناقص 5 لا يمكن، 12 ناقص 5 7، أنزل الواحد، 1 ناقص 5 لا يمكن، إذن 11 ناقص 5 6، أنزل الواحد، 15 ناقص 10 5، ثم ننزل الصفر. إذن عندنا 5670 إلا قسمناها على 945 غتعطينا 5، 5 في 5 25 نحتفظو بجوج، 5 في 4 20 22 نحتفظو بجوج، 5 في 9 45 47، ثم ننجز، 0 ناقص 5 لا يمكن، 10 ناقص 5 5، ونزيلو الواحد، 7 ناقص 3 4، 6 ناقص 7 لا يمكن، 16 ناقص 7 9، ونزيلو واحد، 5 ناقص 5 0، ثم ننزلو. إذن هنايا 945، إذن هنا نورمالمون 6، إذن أعتذر، هنا خصنا 6 وليس 5، لأن بقات لينا بحالة، دونك هنا غتكون 6، هنا الباقي غيكون صفر، وعاد نزلو الصفر. إذن 6 إلا ضربناها ب 945 غتعطينا 5670، وبالتالي الباقي صفر، ننزلو الصفر، 0 على 945 0، 0 ناقص 0 0، وبالتالي النتيجة
الخارج النهائي هو 106. إذا ننجز القسم الموازي، عندنا 6642 غادي نقسموها على 16.4. إذا شنو خصنا نديرو؟ نضربو هنا في 10 ونضربو المقسم عليه في 10، إذا غتعطينا 6642 هنا 164. ثم ننجز، إذا عندنا 664 مقسومة على 164، 664 على 164 إن كتعطينا 4، 4 في 4 16 نحتفظو بواحد، 4 في 6 24 25 نحتفظو بجوج، 4 في 1 4 و 2 6. 4 ناقص 6 لا يمكن، 14 ناقص 6 8، 6 ناقص 6 0، 6 ناقص 6 0، ثم ننزلو الإثنان. إذا هنا إلا قسمنا 82 على 164 ستعطينا 0، 0 في 164 0، 82 ناقص 0 82، ثم ننزلو 0، 820 إلا نقصناها إلا قسمناها على 64 ستعطينا 5، 5 في 24 نحتفظو بجوج، 5 في 6 30 32 نحتفظو بثلاثة، 5 في 1 5 و 3 8، إذا الفرق كيعطينا 0 وبالتالي الخارج هو 504. إذا القسمة الموالية عندنا 555 مقسومة على 0.15. إذا شنو خصنا نديرو؟ أولا نضربو هنا في 100 ونضربو هنا في 100، إذا هذه غادي تعطينا 55500 وهنا تعطينا 15. إذا 55 على 15 كتعطينا جوج أولا ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة في 15 45، 55 ناقص 45 كتعطينا 10، نزلو خمسة، 105 إلا قسمناها على 15 كتعطي سبعة، سبعة في 5 35، سبعة في 1 سبعة وثلاثة 10، إذا ناقص صفر، نزلو صفر نقسموها تعطي صفر، صفر في 15 صفر ناقص صفر، ثم نزلو صفر، صفر على 15 صفر، صفر في 15 صفر، صفر ناقص صفر صفر، وبالتالي الخارج هو 3700. إذا ننتقل إلى العمليات الثلاث الأخرى المتبقية. إذا 9.45 مقسومة على 2.7 على 2.7، إذا هنا غنضربو في 10 وهنا غادي نضربو في 10، إذا 94.5 على 27، إذا 94 مقسومة على 27 كتعطينا 3، 3 في 7 21 نحتفظو بجوج، 3 في 2 6 و 2 8، 4 ناقص 1 3، 9 ناقص 8 1، ننزلو الخمسة ونوضعو الفاصلة لأن خمسة عشر، إذا 135 مقسومة على 27 غتعطينا 5، 5 في 7 35 نحتفظو بثلاثة، 5 في 2 10 و 3 13، إذا 135 ناقص 135 غتعطينا 0، إذا 8.25 مقسومة على 2.75. إذا 8.25 شنو غادي نديرو؟ غنضربو هنا في 100 وغادي نضربو هنا في 100، إذا 825 مقسومة على 275، 825 قسمناها على 275 غتعطينا 3، 3 في 5 15 نحتفظو بواحد، 3 في 7 21 22 نحتفظو بجوج، 3 في 2 6 2 8، إذا 825 ناقص 825 كتعطينا 3. إذا بقات لينا العملية الأخيرة 12.375 مقسومة على 2.25، هنا غادي نضربو في 100 وهنا غادي نضربو في 100، إذا إلا ضربنا في 100 هنا غتعطينا 12375 وهنا غتعطينا 225. إذا إلا جينا نقسمو 3 لا يمكن، ناخدو 4، إذا 12300
أو 1237 نقسمها على 225 تعطي 5. 5 في 5 25 نحتفظو بجوج. 5 في جوج 10 و جوج 12 نحتفظو بواحد. 5 في جوج 10 والواحد 11. 7 ناقص 5 جوج. 3 ناقص جوج 1. جوج ناقص 1 1 صفر. ثم نزلو الخمسة. إذن 1125 نقسموها على إذن هنا كنعتذر خصني فاصلة. هنا إذا ضربت في 100 خص تبقى فاصلة. نعم. وبالتالي هنا غنوضعو فاصلة. إذن 1125 مقسومة على 225 تعطي 5. 5 في 5 25 نحتفظو بجوج. 5 في جوج 10 12 نحتفظو بواحد. 5 في جوج 10 والواحد 11 ناقص 0. إذن هنا النتيجة خارج هو 5.5. إذن ننتقل إلى التمرين السادس. إذن أكمل خانات الجدولين الآتي. إذن هنا عندنا القسمة على 10 وهنا القسمة على 0.1. إذن مني كنقسمو على 10 ومضاعفتها نحرك الفاصلة إلى اليسار لكي يضعف العدد وينقص في قيمته، لأن قسمة على 10 كتضعف، والقسمة على مضاعفة 0.1 و 0.0 هذه تقوي العدد، يعني الفاصلة نحركها إلى اليمين. إذن هذا هو، هكذا سننجز هذا التمرين. إذن عندنا 1.7 كنكتبو 17، كنكتبو الأرقام غير. إذن عندي الفاصلة خصني نحركها إلى اليسار، إذن غادي نزيد 0 وغادي نحط 0.17. هنا عاوتاني عندي 17، الفاصلة كانت هنا غادي نحركها جوج مرات تعطيني 0.017. هنايا عاوتاني عندي 17، الفاصلة كانت هنا غادي نحركها 3 ديال المرات لكي يضعف العدد في قيمته. هنايا كذلك عندنا 15.4 تولي 1.54. هنا 0.154. هنا 0.0154. كذلك هنايا عندنا تعطينا 32.52. هنا غتعطينا 3.252. هنا غتعطينا 0.3252. هنايا العدد 0.07 الى زدنا قسمناه على 10 غادي يعطينا 0.3 الاصفار 7. هنا غادي يعطينا 0.4 ديال الاصفار 7. هنا 0.5 ديال الاصفار عاد 7، لان الفاصله خصها تتجه الى اليسار. اذا هنا العكس، مادام كنقسموا على 0.1 فالعدد سيكبر. الى بحال دابا هنا 12 غادي نزيدو 0، هنا 12 غنزيدو 2 اصفار، هنا 12 غنزيدو 3 ديال الاصفار، العدد كيكبر في القيمه نتاعو. ثم عندنا 153، عندنا 153 غادي نزيدو 0، هنا 153 غادي نزيدو 2 اصفار، ثم 153 وغنزيدو 3 ديال الاصفار. هنايا كذلك عندنا 3415 غادي نزيدو 0، هنا 3415 وغنزيدو 2 اصفار. اعتذر الى ما بانش شي كتابه لان ما عندناش مساحه. دونك هنايا 3415 وغنزيدو 3 ديال الاصفار. هنا 1000 وجوج ونزيدو 0، هنا 1000 وجوج ونزيدو 2 اصفار، هنا 1000 وجوج ونزيدو 3 ديال الاصفار. اذا هذه هي الطريقه التي ننجز بها مثل هذه التمارين. اذا ننتقل الى التمرين السابع، اكتب العدد المناسب مكان النقاط. هنا غادي نشوفوا حنا شنو قلنا قبيله. الا ضربنا، اذا هنا غادي نشوفوا كنقسموا. اذا هنا قسمنا على 100، والقسمه على 100 شنو كتقتضي؟ كتقتضي الفاصله تتحرك الى اليسار. اذا شنو خصنا نديرو؟ خصنا هاد العدد ناخذوه ونرجعو له الفاصله الى اليمين جوج مرات. اذا غتعطينا 127، الفاصله كانت هنا، بما اننا قسمنا على 100 رجعناها جوج مرات الى اليسار. هنا غادي نشوفوا الفاصله شنو وقع ليها، واش الفاصله رجعت الى اليسار ولا رجعت الى اليمين. اذا الفاصله رجعت الى اليسار، يعني هنا قسمه على شحال؟ على مضاعفه 10، لان الفاصله كانت هنا ولات اللور.
إذا مادام مولات اللور بجوج، إذا هذه قسمة على 100، هنايا قسمة على 10، إذا الفاصلة خصها ترجع للور. إذا شحال كانت قبل؟ إذا الفاصلة رجعت هكا لأن قسمة على 10، إذا كانت في البداية 173. كذلك هنا قسمة على 1000، يعني الفاصلة خصها تتجه في هذا الاتجاه. إذا فين كانت في البداية؟ كانت هنا. إذا هنا تحركت 3 المرات، إذا هنا التعامل مع الفاصلة فقط، كانت هنا تحركت إلى الوراء 3 فوا. هنايا القسمة على 0، هنايا القسمة على هذا الأعداد تقتضي الفاصلة إلى اليمين. إذا مادام عندنا 0.75 قسمة تعطينا 75، هنا غتعطينا 170، نزيدو الصفر. هنا قسمنا على 0.001، يعني غادي نحيدو الفاصلة نهائيا 5425. هنا عندنا 53، غنزيدو 3 ديال الأصفار. هذه هي القسمة على الفاصلة إلى الاتجاه، كانت هنا وزدنا أصفار. إذا ننتقلوا إلى التمرين الثامن. التمرين الثامن هو عبارة عن قسمات أقليدية كما شفنا في التمرين الخامس. عندنا مجموعة من القسمات غادي نجزوها وغادي نطبقوا داك الشيء اللي شفنا. إذا هنا عندنا التمرين الثامن، غادي ناخذ القسمة الأولى اللي هي 13 على 0.4. إذا هنا غادي نضربو في شحال؟ هنا غادي نضربو في 10، وهنا غادي نضربو في 10. دونك إلا ضربنا هنا في 10 غادي تعطينا 130، وإلا ضربنا هنا في 10 تعطينا 4، باش نتخلصو منش من الفاصلة التي توجد في المقسوم عليه. إذا عندنا 13 على 4 كتعطي 3، 3 في 4 12، 13 ناقص 12 1، نزلو الصفر. 10 على 4 كتعطينا 2، 2 في 4 8، 10 ناقص 8 2، نزيدو الصفر لأن هنايا كاين واحد الصفر ديال، وهنا نحطو الفاصلة. 20 على 4 كتعطي 5، 5 في 4 20، 20 ناقص 20 0. إذا هذا بالنسبة للقسمة الأولى. القسمة الثانية عندنا 19.5 مقسومة على 13. هنا لا نحتاج أن نضرب المقسوم والمقسوم عليه، لأن لا يهمنا المقسوم، اللي كيهمنا هو المقسوم عليه ما تكونش فيه فاصلة. إذا 19 مقسوم على 13 واحد، واحد في 13 13، 19 ناقص 13 6، نزلو الخمسة ونوضعو الفاصلة لأن نزلنا عدد عشاري، الجزء العشاري يعني. 65 على 13 5، 5 في 13 65، 65 ناقص 65 0. إذا ندوزو للعملية الأخرى. 8.62 مقسومة على 0.25. إذا شنو غادي نديرو؟ نضربو هنا في 100 كيما غادي نضربو هنا في 100. يعني إذا ضربنا هنا في 100 تعطينا 862، وإذا ضربنا هنا في 100 تعطينا 25. إذا عندنا 86 على 25 كتعطي 3، 3 في 5 15 حتاخدو بواحد، 3 في 2 6 والواحد 7. إذا نديرو عملية سطر حتعطينا 1 1، نزلو 2. إذا 112 مقسومة على 25 كتعطي 4، 4 في 25 100، 112 ناقص 100 كتعطي 12، نجيبو الصفر اللي بعد الفاصلة. 120 مقسومة على 25 كتعطينا بعد الفاصلة، إن هنا رحنا عندنا فاصلة، كتعطي 4، 4 في 5 و 25 هي 100، 120 ناقص 100 هي 20، ونزيدو الصفر. 200 مقسومة على 25 كتعطي 8، 8 في 25 200، 200 ناقص 200 صفر. إذا النتيجة هي 34.48. إذا بقات لنا القسمة الأخيرة، إذا 97.62 مقسومة على 1.2. هنا غادي نضربو في 10، وهنا غادي نضربو في 10 لكي نتخلص من الفاصلة التي توجد في المقسوم عليه. إذا عندنا 97 على 12، 97 على 12 كتعطينا 8، 8 في 2 16 نحتاخدو بواحد، 8 في 1 8 والواحد 9، 7 ناقص 6 1، 9 ناقص 9 0. إذا 16، 16 على 12 1، 1 في 12 12، 16 ناقص 12 4، نزلو الاثنان ونوضعو الفاصل.
إذن 42 على 12 3، 3 في 12 36، 42 12 ناقص 6 كتعطي 6، نزلو لواحد 0، ثم نزيدو 0، 60 على 12 5، 5 في 12 60، 60 ناقص 60 0، وبالتالي هذا هو الخارج النهائي. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا التمرين. ننتقل إلى التمرين التاسع. إذن التمرين التاسع: البكتيريا كائن حي وهي أنواع كثيرة، ولصغرها فإنها لا ترى إلا بالمجهر، وتقاس أطوالها بالميكرومتر، 1 ميكرومتر يساوي 0.001 مليمتر. ألف: صفف في مختبر نوع من البكتيريا طوله 3 ميكرومتر، فبلغ طول الصف 10.5 سنتيمتر، احسب عدد البكتيريا التي صففت. إذن هنايا بطبيعة الحال تمرين 9 سؤال ألف. إذن هنايا غادي نفهمو التمرين. إذن عندنا دي بكتيري، هاد لي بكتيري تم تصفيفها. إذن هاد الصف هذا كيحتوي على شحال؟ الطول نتاعو 10.5 سنتيمتر، مع العلم بأن كل بكتيري الطول نتاعو 3 ميكرومتر. السؤال خصنا نحسبو عدد البكتيريا. إذن هنا باش نحسبو عدد البكتيريا خصنا أولا نوافقو الوحدات. عندنا هنا السنتيمتر وعندنا هنا الميكرومتر. إذن عدد البكتيريا التي صففت هو إذن عندنا 10.5 سنتيمتر، خصنا نحولوها لميكرومتر. غادي نضربو في 1000 بطبيعة الحال، غتعطينا 10500 ميكرومتر. إذن هذا الطول هذا بالسنتيمتر حنا حولناه لميكرومتر. لماذا؟ لكي نقسم 10500 على 3، لان باش تكون عندنا هذه بالميكرومتر وهذه بالميكرومتر، والنتيجه غتكون عدد بدون وحده بطبيعه الحال. اذا دابا الى قسمنا 10000 على 500 نشوف شنو غتعطينا. دونك 10000 و500 على 3 كتعطينا 3500. اذا 3500 بكتيريا. اذا هذا بالنسبه للسؤال الالف. بالنسبه للسؤال باء: في نفس المختبر تم تصفيف 26000 بكتيريا من نوع آخر، فبلغ طول الصف 2.08 سنتيمتر، وحسب بالميكرومتر طول هذا النوع. إذن هنا قبيلة شنو عطاونا؟ عطاونا الطول ديال البكتيريا والطول ديال الصف. دابا عطاونا الطول ديال عدد البكتيريا وعطاونا الطول ديال الصف، وخصنا نلقاو الطول البكتيريا. إذن خصنا نفرقو بين قبيلة ودابا. دابا عطاونا العدد والطول ديال الصف، وطلبوا لينا الطول البكتيريا. قبيله عطاونا الطول نتاع البكتيريا والطول ديال الصف، وطلبوا لينا العدد. اذا باء خصنا نقلبوا على طول هذا النوع من البكتيريا، هذا النوع من البكتيريا. اذا شنو غادي نديرو؟ ناخذ الطول وغادي نقسموه على العدد. اذا عندنا 2.08، غادي نحولوها للميكرومتر. اذا شنو غتعطينا؟ غتعطينا 2080 ميكرومتر، هذه سنتيمتر، هذا الطول ديال الصف بالسنتيمتر حولناه للميكرومتر. وهاد 2080 غادي نقسموها على 26000، والنتيجه باش غادي تكون بالميكرومتر. اذا نديرو عمليه حسابيه، وغادي نديرو 2080 مقسومه على 26000. إذن هنا أعتذر، أنا في التحويل هنايا حولت السنتيمتر الميكرومتر، الميكرومتر خصنا نزيدو صفر. إذن أعتذر، علاش؟ لأن إذا بغينا نمشيو من المليمتر للميكرومتر حتى هنايا غادي نديرو القسمة وغتعطينا 35000. إذن كنعتذر على هاد لابتيت إيرور. هنايا عاوتاني غادي تعطينا 20800، لأن 2.08 سنتيمتر
خصها تعطينا 20800 ميكرومتر. اذا هنا غنزيدو صفر وغادي نعاودو نديرو العمليه الحسابيه. اذا 20800 مقسومه على 26000، اذا 0.8، اذا 0.8 ميكرومتر. اذا هذا هو الطول نتاع البكتيريا من النوع الثاني. اذا ننتقل الى التمرين 10. ان كلوب دو فوت في اورغانيزي ان ديبلاسمون بور 879 سبورتور ولا سبورتير بار بوس. Si chaque bus contient 50 places, combien de bus doit-il prévoir pour transporter tous les supporters? Il y a 879 des supporters. Nous voulons les faire 50-50 places. La question est, comment est-ce qu'on a besoin de transport? Donc, comment est-ce qu'on a besoin des bus? Il y a une autre chose. العملية سهلة وبسيطة. هنا غادي نقسمو 879 على 50، ثم نشوفو شو الخارج شنو يعطينا. إذا 879 غادي نقسموها على 50، إذا عندنا 87 على 50 واحد. إذا نديرو الطرح، تبقى لنا 27، نزلو 279. 279 إلى قسمناها على 50 غادي تعطينا 5. دونك 5 دونك هنايا 37، دونك 37 تعطينا 7. 7 7 7 في 0 0 7 في 5 35. تبقى لنا 9، 7 ناقص 5 جوج 0. اذا شنو معنى هادشي؟ المعنى نتاع هادشي هو انه غادي نحتاجو 17 حافله و 29 ديال الركاب غادي يبقى. اذا يعني الا بغينا نكتبوها على شكل قسمه، على شكل شنو كنسميوها المتساويه الاقليديه، اذا اولا غادي نديرو كتساوي 17 تساوي 17، ولكن بطبيعة الحال 17 أولا غنديرو تساوي هكا مضروبة في 17 زائد 29، هذه هي المتساوية الإقليدية. هذا يعني أنه 879 قسمنا على 50 عطاتنا 17 حافلة، و 29 بلاصة بقات إضافية. إذا شحال خصنا من حافلة؟ دونك اون بيزوان، دونك il doit شحال 17 18 حافله، 18 بيس بوغ ترونسبورتي تو لي سيبورتير. الا بغى يحمل جميع، الا بغى يخلي 27، الا بغى يخلي 29 سيبورتير خصو 17. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس 11، اكتب الرقم المناسب. إذا هنايا عندنا 8 وهنا عندنا 4، إذا الباقي هنا واحد، الباقي واحد، يعني هنايا شنو غادي يقدر يكون باش تجينا؟ إذا هنا غادي تكون جوج، 4 في 21، دونك 4 إذا ضربناها في 21، أولا هنايا هنا 85، نعم هنا 85، 85 إلا قسمنا على 21 تعطينا 4، وإلا ضربنا 4 في 21 تعطي 84، 84 نقصوها من 85 يبقى 1، ثم هاد العدد غنزلوه هنا ويعطينا 0، هاد العدد مغاديش نقدرو نعرفوه، لأن عطانا 0، ولكن من بعد غادي يعطينا هنا 6، 6 في 21 شحال دارت؟ 6 في 1 6، 6 في 2 12. 6 في 1 6، 6 في 2 12، إذن هنا 126، يعني أن هنا 2 وهنا 6. إذن لاحظتوا ليس سهلا، صراحة ليس سهل هذا التمرين هذا.
نشوفوا هنايا عندنا 8 اذا العدد الى قسمناه على هذا العدد يعطينا 8 والباقي صفر. دونك هنا كيمكن نديرو 11 دونك هنا 11 الا درنا هنا 11 88 اذا 88 على 11 8 8 في 11 88 88 ناقص 88 ناقص 88 صفر اذا هنا صفر وهنا 7 اذا هنا 77 مادام هذه 11 7 في 11 77 77 نزلنا هنا 7 وبغينا نديرو القسمة على 11 ما صدقاتش درنا الفرق عطاتنا هنا 77 77 على 11 7 7 في 77 7 في 11 77 ناقص 77 صفر. إذا نمشيو للعدد الآخر القسمة الأخرى عندنا 3 في هذا العدد غادي تعطينا عدد مكون من رقمين والباقي 6 إذا هنا 24 3 في 24 8 دونك هنا 3 هنا 78 3 في 24 72 72 نقصناها من 78 تبقى 6 إذا نزلنا الجوج يعني هنا كاينه جوج 62 إلا قسمنا على 24 كتعطينا دونك إذا كتعطينا جوج 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 في 24 48 دونك خصنا نديرو 62 دونك 62 نقصناها نقصنا منها 48 12 ناقص 8 4 نزلو واحد واحد إذا وغادي نزلو 4 144 على إذا هي هاديك دونك هنا جوج نضربها في 24 48 48 نقصناها من 62 تبقى 14 نزلو الأربعة 144 على 24 ستة ستة في 24 144 والباقي صفر. إذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة من درس القسمة من كتاب الجيد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي.